الحقيقه قدم اعمال كتيره جدا، بس اتشهر اكتر او اتعرف اكتر من مسرح مصر. انا اول ما بدات في مسرح مصر كنت بعمل شخصيات وتمام وشغال وكده. جه الاستاذ جه كلمني قال ان كل حد في المجموعه بتاعتنا معروف بحاجه، يعني مثلا ايه، كان حمدي يتريق على اسنانه، أسس يتريق على شكله، ويزو على جسمها، انور لازمات. فانا ما كانش ليا حاجه مثلا ايه عامله كده مع الناس، شبكه مع الناس. فايه فقال لي طب ما ايه رايك ما تعال نجرب نعمل ده الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فعملت سيزون كامل انا هعمل ايه دي، بس بعد كده في السيزونات اللي بعدها كلها كنت بعمل، رجعت اعمل شخصيات تاني في المسرحيات، بس للاسف السيزونات دي ما زعتش. وائل برحب بيك معايا في وان تيك، وبقول لك الف مبروك على فيلم نور الرئيس. احكي لي اكتر عن اول لما جالك الدور، ايه اللي جذبك فيه؟ والله اللي جذبني انه اصلا دور اول ما يجي لي يعني مختلف عن كل الحاجات اللي عملتها قبل كده. انا بعمل ضابط وده جديد بالنسبه لي، وضابط مش كوميدي، يعني هو ضابط جد جدا سيريس يعني. فان شاء الله يعني كان مفاجاه بالنسبه لي، وده من ضمن الحاجات التحديات اللي خلتني ان انا انزل قبل الدور. حتى لو يعني انا الفيلم طبعا قريته، الفيلم عجبني يعني من اضافه الى يعني طبعا الدور المختلف، وان كمان الفيلم لما قريته كمان قلت يمكن لا لقيت الورق حلو. فان شاء الله تبقى بعمل الرائد علاء، فهو ظابط جد شويه وبيحقق في قضيه مهمه، فهنشوف هنعمل فيه ايه يعني. يا رب ان شاء الله بس الناس ايه تصدقني، ما الموضوع ما يقلبش كوميدي. بس ان شاء الله مش هيقلب كوميدي، وعامل ان شاء الله شخصيه حلوه ان شاء الله باذن الله، يعني انا هتعب عليها وتطلع ان شاء الله بشكل كويس. انت معاك كاست كبير جدا، يعني عمرو عبد الجليل، امير، معاك مصطفى كامل، يعتبر دي عوده ليه بعد سنين، 20 سنه، حوالي 20 سنه تمثيل. كلمني كده عن الكاست والكواليس مع بعض. والله بصي، هو النهارده اول يوم طبعا، بس طبعا كل المجموعه كلها طبعا انا على سابق معرفه بيهم. استاذ عمرو عبد الجليل طبعا، امير شاهين، رانيا التومي، لطفي لبيب، محمد فاروق شيبة، طه ابو ليلى، كل المجموعه على سبب معرفه بيهم وهم اصدقائي على المستوى الشخصي. ان شاء الله طبعا هنتعاون ان احنا نعمل فيلم كويس، لان احنا اكيد طبعا عايزين ننجح الفيلم والفيلم يبقى ناجح والناس تشوفه بشكل كويس. فان شاء الله كل واحد يتعب على دوره ونشتغل بشكل كويس عشان نطلع حاجه حلوه. اسم نور الرئيس اكيد وراه مغزى، يعني قول لي تفسير. هو احيانا بصي الشخصيات اللي هي بتبقى الشعبيه او اللي بتبقى الشعبيه دي بيبقى بيلصق اسم جنب اسم الشخص، بيبقى اسم زي كونيا بيبقى معروف بيها، يعني مثلا زي هو نور الرئيس، حماده الجحش، اي حاجه من الحاجات اللي بتبقى عامله كده بتلصق في المناطق الشعبيه بالاسم. بس هو كده عشان هو ممكن يكون ايه مثلا ايه، هو يعني الناس بتبقى شايفاه هو ريدر وزعيم وبتاع وهكذا. فعشان بس هو قدم اعمال كتيره جدا، بس اتشهر اكتر او اتعرف اكتر من مسرح مصر. دورك في مسرح مصر كان على طول بتطلع داخل خارج صامت، او مثلا لو قلت هعمل ايه، ما كانتش دي حاجه بتضايقك يا وائل؟ بصي انا بدات، لا انا اقول لك، بس هو الموضوع بس فيه خلط شويه عند الناس. انا اول ما بدات في مسرح مصر كنت بعمل شخصيات وتمام وشغال وكده. جه الاستاذ جه كلمني قال ان كل حد في المجموعه بتاعتنا معروف بحاجه، يعني مثلا ايه، كان حمدي يتريق على اسنانه، أسس يتريق على شكله، ويزو على جسمها، انور لازمات. فانا ما كانش ليا حاجه مثلا ايه عامله كده مع الناس، شبكه مع الناس. فايه فقال لي طب ما ايه رايك ما تعال نجرب نعمل ده الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فعملت سيزون كامل انا هعمل ايه دي، بس بعد كده في السيزونات اللي بعدها كلها كنت بعمل، رجعت اعمل شخصيات تاني في المسرحيات، بس للاسف السيزونات دي ما زعتش يعني، كلها لسه على شاهد ما زعتش. بس لكن هي اتعملت سنه واحده، وهي لازم فعلا علمت مع الناس كويس جدا، يعني جامد جدا مع الناس. فالحمد لله برضو ان انا يعني الموضوع اللازمات ده بيبقى فعلا سري، عملته في حاجات قبل كده في تجارب في الفيديو، سواء في الكبير قوي او في افلام عملتها برضو، عملت فيها لازمات. نقدر نقول انها خدمتك، ما ضرتكش. بصي لا، ممكن تكون ضرتني حاجات بسيطه بالنسبه لان اللي بيمشي في الشارع مش عارف، ممكن يقول لك هو انت مش فاهم، فيقول لك انزل مش لاقي دور. فالكلمه كانت ممكن تبقى توجع شويه، بس بالنسبه لي انا بالنسبه لي بتقبل الموضوع بصدر رحب. انا بالنسبه لي يعني تمام، بقول ماشي، هو في الاخر بعتبر ان هو ممكن يكون هو داخل الموضوع بالنسبه له هو مش فاهم قوي، بس بالنسبه له شايف ان هو كده، بس في الاخر بينبسط بس خلاص. عارفه ان انت دلوقتي في حاله نشاط فني كبيره، اسكندراني وبعد كده اللعب مع العيال. احكي لي عن كل دور
في الاعمال بتاعتك؟ طبعا الاستاذ خالد يوسف طبعا كان ترشيح الاستاذ خالد يوسف الحمد لله، يعني بعد ما عملت معاه تجربه سوق الباتع كان هو يعني شايفني في الشخصيه دي، والحمد لله يعني من خلال الشغل في الفيلم يعني الحمد لله هو كان الحمد لله كان راضي وكان مبسوط، وكان فعلا حاسس ان انا فعلا الحمد لله يعني مسكنني في مكاني مظبوط، ونعمل شخصيه فيها برضو كوميدي وفيها الناحيه الثانيه برضو تراجيدي، وان شاء الله يعني يتشاف بشكل كويس ويبقى يعني وما يتشالش منه حاجه ويبقى كله كده تمام، ويعني ان شاء الله خير يعني. وبالنسبه طبعا تجربه مع الاستاذ شريف عرفه ومحمد امام، الفيلم طبعا برضو هيبقى طبعا جديد بالنسبه لشايف لمحمد امام، لانه هو برضو الاستاذ شريف بي بي يعني بيصنع حاجه جديده من الممثل اللي بيشتغل معاه، ومحمد امام اول ما يشتغل مع شريف عرفه، فطبعا هيعمل يعني ان شاء الله وعامل منه حاجه برضو مختلفه حاجه كويسه ان شاء الله، هنشوفها برضو بشكل في عمق في الموضوع، ويا رب ان شاء الله برضو الفيلم يبقى. بتقول ايه للناس اللي بتقول ان اللعب مع العيال متاخد من اللعب مع الكبار من نفس فاهم؟ الاسم بس يا جماعه، هو الاسم بس عشان هو ايه ربط الاسم، لكن الموضوع مش كده، الموضوع لا، الموضوع فيه خالص، لا في عمق، في موضوع مش هو نفس الموضوع خالص، بعيد عن الموضوع ده خالص. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. اشكرك، ربنا يخليك، متشكر جدا، شكرا.